أقدم لكم اليوم أصدقائي الفوائد الرئيسية والمهمة لفاكهة التين اللذيذة والشهية. التين أصدقائي يحتوي على أعلى درجات البوتاسيوم، وكذلك يحتوي على المغنيسيوم، ويحتوي على الكالسيوم، وكذلك يحتوي على فيتامين ألف. التين أصدقائي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ألف، وكذلك فيتامين سي وفيتامين بي 9 والفوليك. ويحتوي التين أصدقائي على الألياف، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء تقدر ب50%. هذه أصدقائي كانت لمحة عن فوائد رئيسية للتين، لكن الآن أقدم لكم كيف نستفيد من هذه الفوائد والعناصر والفيتامينات. هذه العناصر الكبيرة والفيتامينات المهمة الموجودة بالتين، كيف نستفيد بها بشكل أفضل لجسم الإنسان أو بأفضل شكل ممكن. بالنسبة للبوتاسيوم، فإن مرضى القلب يحتاجونه بشكل متواصل، ويجب اعتبار التين غذاء رئيسي لمرضى القلب. بالنسبة للكالسيوم والمغنيسيوم، يخدم المفاصل وألام المفاصل، إذا مرضى المفاصل وألام المفاصل يستفيدون من التين بعلاج ألام المفاصل، نظرا لاحتوائه على الكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم. التين أصدقائي مفيد لمن يعانون من الإمساك لاحتوائه على الألياف وكمية كبيرة من الماء، إذن التين مفيد لمرضى أو لمن يعانون من الإمساك. التين أصدقائي تناوله قبل الغداء أو قبل وجبة الغداء يساهم في الامتصاص الجيد وفي الهضم الجيد. بالفعل أصدقائي، فوائد كبيرة لهذه الفاكهة الشهية، الفاكهة اللذيذة، التين الشهي. قدمت لكم الفوائد الرئيسية والمهمة للتين.